امبارح الساعة 2 بالليل جه اخو المدام خبط على البيت، قعد يخبط يعني التخبيط جامد فما حدش رد عليه. جه النهارده على الساعة 1 بالظهر كده قعد يخبط برضه ما حدش رد عليه. بس فجيت انا من تحت لقيت ابن عمي الكبير وخالها والمدام بتاعتي. المدام اللي هي اسمها ايه؟ مدام منى زوجة الشيخ احمد. بس فالساعة 1 قعدنا نخبط عليهم، على الساعة 1 2 كده الظهر قعدنا نخبط عليهم برضه ما حدش رد. بس ففي شباك من المنور للحمام وواحد للمطبخ، ففي بتاع المطبخ دوت سلك وازاز من جوه. بس فشلت السلك بالمفك ورحت جايب ابن اخويا صغير كده عنده 6 سنين ورحت مدخله من الشباك، دخل جوه فتح الباب فلقى المدام نايمه على السرير ومذبوحه. انت دخلت؟ دخلت كمان هقول لك اهو. فتح الباب دخلنا احنا الثلاثه، دخلت انا ووالدته هي مرات اخويا ديت وعمه واخو المدام اخو المجني عليها. دخلنا جوه لقيته هو بقى مرمي ومنتفخ والدم في بلاستر على بقه وفي ذبح في رقبته، ومراته في بلاستر برضه وفي ذبح اللي هي المجني عليها. بس فقعدت تصرخ والدته تقول لي احمد مات يا طه، احمد مات يا طه. قلت لها طب اصبري وكده يعني. جبت المفرش ورحت مغطي به المجني عليه. كان شكل الوضع ايه والشقه شكل ملامح ما فيش يعني. بقاله 3 ايام يعني، اخر حاجه كان اخر العلاقه اخر اتصال بيه وحاجه كان يوم الجمعه. والكلام ده طلعتوا الساعة كام؟ الجمعة إيه؟ بعد صلاة الظهر. لا طلعتوا يوم ما طلعتوا الشقة كان الساعة كام؟ النهاردة كان الساعة 2 الحد؟ اه النهاردة الحد اه. بس فكان الجثة ملامحها يعني مش موجودة أصلا، ذبح وفي بلاستر على بقه وهو مرمي على الأرض وهو ما بيمشيش أصلا، يعني هو معاق بقاله 15 سنة. كان عنده كام سنة؟ هو كان عنده 29 سنة بالظبط. وما بيتحركش ما بينزلش من بيته خالص؟ ما فيش تحريك خالص، هو بس العجلة مراته بتجيبه من أوضة النوم من العجلة بتوديه الصلاة، بيقعد بقى دروس وتحفيظ قرآن للأطفال والمشايخ النهار كله. إيه في مثلا بعض المشايخ كانت تجي له بالليل الساعة 1 والساعة 2 بالليل، الناس اللي هي المقربين منه يعني بتيجي تقعد معاه في ندوات مش عارف ايه وتاخد بعضها وتمشي. لكن من يوم الجمعة وانقطع الاتصال خالص؟ يوم الجمعة مفيش ما حدش دخل. طب لا اوصف لي كده دخولك للشقة، كان أول ما دخلت لقيت إيه حاجة غريبة؟ اه والله أول ما دخلت لقيته هو مرمي ومنتفخ وكان جسمه أزرق والدم بقى ريحة وحشة والدبان حوالين منه وكده. فتحت الشباك بتاع الصالة ورحت مغطيه وجت بقى الناس والهلمة والزوجة. أنت شفت زوجته؟ لا ما رضيتش أخش عليها، بعت مرات ابن عمي. لكن كانت عليه؟ ولكن انا دخلت لها. ده ابن عمي يبقى عمه هو برضه. اه كان معاك فوق ولا انت؟ هو دخلنا احنا الاثنين مع بعض. هو ده ابن عمي. دخلت معاه. لا شفت ايه؟ شفت حاجه غريبه او شفت؟ لا لا انا لقيته مرمي على الارض والدم نازل ومنتفخ وكده، فعرفنا انه مات. فكانت مراته لقيته قلت لها خش في مراته. لقيتها برضه مرميه جوه وكده، راحت مصوته. قالت ميتها يعني وكده. طب الشقه الباب كان مكسور او في اي حاجه؟ لا لا ولا اي حاجه. مش حاجه خالص، المفتاح كان من جوه. يعني اللي دخل ممكن يكون دخل من الشباك؟ لا اللي دخل ما دخل عادي اكيد. بص يا باشا، ده مقفول عادي ما فيهوش اي مشكله. اللي دخل دوت عارف الشيخ احمد وعارف ان هو ما بيقدرش يمشي، يعني عارف الظروف احمد ان هو ما بيمشيش وما بيتحركش. والعجله اللي هو كان بيمشي عليها مراته كان بتجيب من عليها من اوضه الاطفال من اوضه النوم للصاله بره ما كانتش موجوده في الصاله اصلا. يعني العجله ما كانتش موجوده. بتجي له ناس الساعه 1 وناس الساعه 2 الظهر وناس الساعه 3 4 الفجر. بس من يوم الجمعه ما جالوش حد خالص؟ من يوم الجمعه ما حدش دخل خالص. ما فيش اي حاجه غريبه كركبه في الشقه بهدله سرقه ولا اي حاجه؟ ولا سرقه ولا شباك مكسور ولا باب مفتوح ولا فلوس وذهب كان فوق ولا فيش اي حاجه خالص. طب بعد ما ده حصل اللي عملته ايه بعد الساعه 3 او 4 لما طلعتوا فوق؟ كانت بقى المباحث و خدوا الجثتين وعملوا المحاضر والاسئله وكده، مين اللي دخل ومين اللي فتح ومين اللي اكتشف الجثث. طب كان في بينه وبين اي حد زعل او اي حاجه؟ والله لو قلت لك كان في اي حاجه ابقى انا كذاب. ده انسان كانت ملاك ماشي على الارض ومراته كانت اطيب منه. ما بينزلش خالص من البيت؟ ما بينزلش، هو قاعد قاعد في البيت هنا هو بقاله 10 شهور، يعني كان متجوز وقاعد هنا واخد شقه ايجار جديد وجي عندنا في البيت هنا بقاله بتاع 10 شهور بالظبط. مفيش اي زعل مع حد ولا خصام؟ ولا زعل ولا مشاكل ولا خصام ولا اي حاجه خالص. طب الشارع اللي حصل فيه الحادث ده كان فيه بلطجيه مثلا ولا اي حاجه؟ طلعوا على اي شقه قبل كده؟ لا لا ولا اي حاجه خالص. يعني ولا في مشاكل مع حد ولا في بلطجه ولا ناس داخله تسرق ولا ناس داخله تكسر ولا حاجه خالص. اللي داخل عارف ان احمد ما بيقدرش يمشي وداخل هو في نيته ايه؟ وداخل لهدفه. يعني كل اللي تم بس ذبح واغتصاب بالظبط، مفيش سرقه ولا في تكسير ولا سرقه ولا تكسير ولا اي حاجه خالص. هو كان الشيخ فاتح ده